السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. صراحه غبرت عليكم هاد الايامات، هاد شحال ما حطيتش شي فيديو. اليوم ان شاء الله اختاريت لكم هاد الدرس اللي هو زوين، درس في الكروشي بغرزه جديده ان شاء الله. كما كتلاحظوا الشكل كيطلع خطير جدا. بالنسبه لهاد الغرزه كتستعمل في الحقائب، في الشيلان، في الشارب بالنسبة للدكور الأغلبية، في الجوارب. المهم أنا غادي نخليكم مع الفيديو طريقة نتاع الخدمة ديال هاد الغرزة إن شاء الله بالتفصيل. نتمنى أنكم تكملوا الفيديو للآخر باش تفهموا مزيان الدرس ديالكم وتفهموا الغرزة كيف غادي تكون، لأن فيها بعض الصعوبات. نخليكم مع الفيديو وكملوه حتى الاخير. ما تنسوش لايك واشتراك في القناة بالنسبة للأعضاء الجدد، وخليو لنا كومنتر مشرف وكومنتر محفز اللي يساعدنا باش نزيدو القدام ان شاء الله ونعطيو المزيد من الدروس. نخليكم مع الفيديو، نتمنى انكم تكملوه للاخير وفرجة ممتعة. Thank you.